السلام عليكم. في الحلقة ديالنا التانية شنو خصك تقلب قبل ما تشري السيارة؟ هاد الحلقة هادي تتطرق للميكانيك ديال السيارة. أول حاجة غنبداو بها هو الصوت ديال السيارة. إلا سمعتي الصوت كيبان لك ماشي نورمال، فيه شي حاجة ديال التقرقيب، شي صوت زايد، دونك راه كاين شي حاجة ماشي هي هاديك في محرك السيارة. تاني حاجة كتحل لاجوج وكتشوف الاطا ديال الزيت كي دايره. اذا كانت جارية بزاف حال الماء يعني راه كاين شي مشكل. وكاينه لاجوج مي كان كبوز زيت حتى هي خصها تقلب، الا حليتيها ولقيتي كيخرج منها الدخان دونك راه كاين شي مشكل، الموتور فيه شي مشكل. كتقلب لونطوراج ديال الموتور واش كاين شي كول خارجه ولا شي حاجه. إلا كانت شي كولا في الجناب الموتور ديجا تحل وديجا تقطت فيه شي حاجة. هي من الأحسن هي ديماري الطوموبيل ملي كتكون باردة تتشوف واش الرالونتي ديالها كيتشد، واش الموتور كيبقى ستابل ولا لا. هو سي نورمال الطوموبيل مع الصباح إلا كانت إيسونس راه كيطلع الرالونتي ديالها باش كتشد لو ريتم ديالها، مي أبخي 5 مينوت تقدر تشوف تلاحظ إذا كانت السيارة فيها مشكل، الموتور ما كيشدش الرالونش ديالو. واحد الحاجة أخرى خصك تقلب الماء تتشوف القرعة ديال الماء واش فيها شي لون آخر من غير لونتيجال. إذا كان فيها لون بحال لون بني يعني راه السيت كيدير غير الماء عادي، وهذا كيأثر على السيركوي كامل ديال غوفخواديسمون. وكتقلب واحد الحاجة في التوية اللي كيدوز كيكون دايز فيه الماء كتشوف واش قاسح بزاف ومزير. إلا كان قاسح بزاف ومزير يعني راه كاين شي حاجة مبوشية في السيركوي دو غوفخواديسمون، اللي كاين شي مشكل كيكون قاسح وفيه بريسيون بزاف. كنمشيو لبلاصة ديال الفلتر اير كنحلو كنشوفو ليطا ديالو كي دايره، وكيعطيك واحد نظرة على السيد اللي كان عنده الطوموبيل واش كان تيتهلا فيها أولا لا. والفلتر اير الا كانت بلاصتو موسخة او موسخ بزاف يعني هادشي راه عنده تاثير بزاف على المحرك ديال السياره. بغيتي تسيي لا سسبنسيون راه كدوز في الحفاري وكيبان لك واش قاسحه لا فوتور اللي كدوز، لا سسبنسيون ديالها واش قاسحه باش كتعرف لي زاموتيسور واش عيانين ولا لا. ولا بقاو كيلعبوا بزاف لي زاموتيسور دونك راه ليطا ديالهم عيانه. سمعتي شي تقرقيب واحد اخر دونك من التحت ديال لي تريونغل و لي بياليت و داكشي كيكونوا اوندوماجي و لي سيلان بلوك. كنتمنى تكون عجباتكم هاد الحلقه هادي متعلقه باللي بغى يشري شي سياره مستعمله شنو خصو يقلب. اللي عنده شي اسئله يخليهم في الكومونتير انا غنجاوبو، اللي عنده شي سوجيستيون جديده يخليها حتى هي في الكومونتير. ما تنساوش الاشتراك بالقناه اللي غيكون فيها لي فيديو دابا متنوعين بزاف، تجربة السيارات، اللقاءات ديال السيارات، ونتلاقاو الناس اللي عندهم سيارات من المعدلة اللي غيقولوا لنا شنو بدلوا فيها ان شاء الله.